انا دكتوره كبيره في السن، الكوليسترول بتاعي مظبوط ودهون الكبد بسيطه جدا، بس عندي لما اخذ سمنه الرجل الاثنين السمانه منفوخين شويه، لكن اللي النفخه مش واصله القدم الرجل. هل ده تبع الكبد؟ لا غالبا، لا لا غالبا، لا غالبا ده هتدوري على، مفيش دوالي، لا مفيش دوالي مفيش املاح، ولا املاح، مفيش زلال في البول، في سكر، لا ولا سكر، في ضغط. تمام. في بعض ادويه الضغط، خلي بالك، في بعض ادويه الضغط بتسبب شويه انتفاخ في القدمين، لازم نراجع ادويه الضغط بتاعتك. لو في مجموعه اسمها املوديبين، ده الاسم العلمي، المجموعه اللي اسمها املوديبين، ساعات كتير عند بعض السيدات بتعمل شويه زي تورم بسيط في القدمين، وبالذات لو بتاخدي الجرعه العاليه مش 5 10. فاحنا بنراجع كل ادويتك، بنفحصك كويس، سهل على فكره اللي بتقولي ده، سهل، حاجه مش صعبه، اي دكتور صغير هيقدر يعملها لك. وبنراجع لو غالبا اللي حضرتك بتحكي عليه في ضغط، مش كده؟ هي قالت في ضغط، في ضغط يا دكتور. طب هو بس حضرتك اتعبي، بصي على دواء الضغط بتاعك، راجعي في الـ في الـ في البامفلت بتاعته، هل الاسم العلمي بتاع الدواء هتلاقيه برضو مكتوب. لو حضرتك مش عارفه ممكن وانت بتطلبي الدواء تسالي الصيدلي. لو اللي هو الاسم العلمي بتاعه الاملوديبين، ده المجموعه العلميه الكبيره، احتمال كبير يكون هو سبب تورم شويه الرجلين، وبنغيره بدواء تاني ضغط مناسب لحضرتك. عندك اي سؤال تاني يا استاذه ليلى؟ برشام الضغط ده يا دكتوره انا باخده ليا 4 سنين، هل ممكن بعد 4 سنين يعمل كده؟ وهو نفس النوع؟ هو نفس النوع. والورم ظهر من امتى؟ الورم ظهر من 10 ايام. ممكن طبعا، ممكن بعد فتره يعمل طبعا، ممكن. بس الاحسن كان الورم يا دكتوره مش واصل للقدم من تحت المشط الرجلي، لا هي بس لغايه السمانه. السمانه بس تحت الركبه، في السمانه بس، الرجليه الاثنين. مفيش خشونه عندك في الركبه؟ عندي خشونه. طيب بصي، هو في الفحص هيبان، ممكن ده يكون التهاب من الركب ممتد، خشونه، ممكن تكون الدواء مع دواء تاني خدتيه للمفاصل عمل، يعني ممكن يكون دواء الضغط ماشي معاكي كويس، بس لما ضفنا دواء تاني للخشونه حصل انتر اكشن بينهم، تفاعل بينهم، فعمل لك كده. لكن سهل الفحص برضو، مش يعني الفحص هيبان، لكن مش حاجه خطيره. عن الكبد يا لا لا لا, لا, لا الكبد بيبتدي من تحت، من القدم، الورم غالبا بيبتدي اللي هو من تحت السمنه، من الحته اللي هي الجزء السفلي خالص في القدم. بالظبط. عندك اي سؤال تاني يا استاذه ليلى؟ الجا لدكتور مين يا دكتوره؟ عظام ولا بالظبط عشان تشوف الخشونه وتشوف الضغط عندها؟ لا هو دكتور بطنه هيراجع لك الادويه كلها. دكتور بطنك هيراجع لك الادويه، ولو في خشونه هيقول لك تروحي لدكتور عظام، ودكتور العظام بعد ما يديك الادويه يراجع معاكي دكتور البطنه الادويه اللي اداها دكتور العظام. شكرا يا دكتوره، ربنا يخليك. والف سلامه لحضرتك يا استاذه ليلى، وشكرا لاتصالك.